رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد أن المغرب وإسبانيا شريكان استراتيجيان يعززان نموذجا للجوار البناء، وكتب في حسابه على منصة إكس من خلال زيارتي للمغرب: نعطي زخما جديدا لتعاوننا في جميع المجالات، ونعمل على ترسيخ الجوار البناء القائم على الثقة والاحترام المتبادل. نتابع تعليق عبد العلي الباروكي أستاذ الجامعي المختص في العلاقات المغربية الإسبانية بجامعة محمد بالرباط، حاورته أمينة علوي. زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب في هذا التوقيت هو توقيت مناسب جدا، خاصة بعد أن كانت السنة الماضية بالنسبة لإسبانيا سنة انتخابية بامتياز، والآن جاء رئيس الحكومة الإسباني ليؤكد عن استمرارية العلاقات المغربية الإسبانية بشكلها التصاعدي. وهذه الزيارة التي توجت بلقاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لرئيس الحكومة الإسبانية ستعطي كذلك دفعة كبيرة لهذه العلاقات، خاصة وأن إسبانيا أكدت من جديد على أن موقفها من المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تجدد، وأنه ليس موقف أو ردة فعل بل هو موقف دولة وموقف ثابت بالنسبة لإسبانيا، إضافة إلى آفاق التعاون المقترحة الموضوعة على طاولة نقاش بين المغرب وإسبانيا، وكذلك تنفيذا لخارطة الطريق التي تم وضعها سنة 2022، وكذلك الإعلان المشترك ل7 أبريل من السنة الماضية. وكل هذا يؤكد بأن العلاقات بين البلدين تسير في اتجاه تصاعدي، والبلدان قد عبرا على رغبتهما في السمو بهذه العلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية.